بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما عملنا ريجستريشن في سكند لايف ويب سايت، هنحاول نتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله عن إزاي نعمل انستاليشن للفيور بتاع سكند لايف. لو حبينا نروح على الموقع الرسمي، ومن آخر حاجة إحنا كنا واقفين عندها لما رحنا على الداشبورد، فبنلاقي من تحت داونلود سكند لايف فيور. ده لو الناس ما نزلتش الفيور من المره اللي فاتت، لان احنا في الخطوات بتاعت الجويننج عملنا داونلود للفيور بتاع سكند لايف. لو كنا انهينا التنزيل هنلاقي الملف بتاع سكند لايف بالشكل ده، ملف الاكسي. هنحاول نضغط كليك يمين ورن از ادمنستريتور عشان نمشي في الويزارد بتاع الانستاليشن للفيور بتاع سكند لايف. الفيور بتاع سكند لايف ده الابلكيشن اللي بيدينا الابيليتي ان احنا نحاول نعمل لوجينينج بالباسورد والميل او اليوزر نيم والباسورد اللي احنا سجلنا بيهم على الداتابيس بتاعه السكند لايف. اللغه انجلش. نبتدي ده المسار الدايركتوري اللي هيتعمل فيه انستاليشن. نبتدي نضغط على انستول وهو هيبتدي ياخد البيرميشنز ويعمل انستاليشن للفيور. بمجرد ما ينتهي راح نلاقي الايكون بتاع السكند لايف. انا راح نوقف الفيديو لحين ما يخلص الانستاليشن. ويلكم باك اجين. بمجرد ما اني السكند لايف يبتدي يخلص الويزارد بتاع الانستاليشن بتاعه، هنلاقي الايكون بتاعت السكند لايف. الشورت كات بتاعته بتكون موجودة على الديسكتوب دوت افتراضيا. نبتدي نعمل انتلايزنج علشان ندخل على السيرفرز بتاعت السكند لايف علشان نحاول نعمل لوجينينج باليوزر نيم والباسورد اللي احنا عملنا بيهم ريجستريشن. المسألة دي بتاخد حبة وقت بسيطة ومحتاجة كونكشن بالإنترنت ربما يكون عالي شوية علشان استدعاء الأفاتارز والشخصيات ثلاثية الأبعاد. دي الشاشة الافتتاحية اللي راح تظهر معانا بمجرد ما إن احنا نفتح الفيور أو السكند لايف فيور. بيقول لك اكتب لي اليوزر نيم، الباسورد، نفس اليوزر والباسورد اللي احنا كنا عملنا بيهم ريجستريشن. نبتدي نضغط على لوج ان. هيحاول ينتظر لحظات صغيره لغايه لما يعمل لوج انينج ويستدعي الفيرتشوال وورلد العالم الافتراضي سكند لايف. بيعمل انتلايزنج تحليل للعالم ديت، وبمجرد ما انه ينتهي هيحاول يستدعي الفيرتشوال وورلد والافاتار الافتراضي للشخصيه اللي احنا كنا عملنا لها سيلكتنج بنفس الاسم اليوزر نيم اللي احنا كنا كتبناها في الداتابيز واحنا بنعمل ريجستريشن للسكند لايف افاتار الشخصيه الافتراضيه ديت. المساله ديت بتاخد وقت مش اكتر. فور الانتهاء بيحاول يو هاف we are having بيديني رسالة بخصوص الفويس، مسألة استدعاء الصوت، لأني في الغالب بكون موجود في مكان، المكان ده بيكون في نسبة كبيرة جدا من الأفاتارز موجودة جنب مني، فأنا هقول له خلاص أوكي ما في مشكلة. بيقول لي your clothes still downloading، الملابس بتاعتك بتكون under تحت التحميل يعني. هقول له don't show okay، هقول له close. كده تقريبا الشخصية الافتراضية بتاعتي او الافاتار بتاعي هو النور اللي موجود ديت او اللايت ديت ثورة، او طبعا الاسم اللي من فوق ده الاسم اللي انا اخترته علشان يكون الاسم الافتراضي بتاعي. واحنا موجودين حاليا في ال ويلكم سيتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.